بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد أخي الكريم أختي الكريمة أعرف أن لكل واحد منا همومه الخاصة من أمنيات يريدها أو مخاوف يحذرها أو بلاء هو فيه أنا لا أستطيع أن أغير كل شيء حولك لكنني أعرف حلا سحريا من ثلاث خطوات إذا طبقته فأنا أقسم لك بالله أن همك سيكفى لا أعرف ما هو همك لا أعرف ما هو الشيء الذي تريده لكنني أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو أن همك سينتهي إذا طبقت هذه الخطوات الثلاث أنا لم أجرب هذه الخطوات مع شخص أو اثنين ولا عشرة ولا عشرين بل ولا مئة ولا مئتين آلاف آلاف رأيت منهم تغيرا عجيبا لكن بشرط أن تطبق الخطوات كاملة وهي سهلة ممكن تطبقها الآن وأنت جالس دعنا نبدأ الخطوة الأولى الآن ضع في ذهنك شيئا معينا تحبه وترغب في ان يتحقق لك او شيئا لا تحبه وترغب في التخلص منه. فعلت؟ انا بانتظارك. انتهيت؟ طيب. الخطوه الثانيه نريدك الآن ان تتخذ قرارا جديدا. الخطوه الثانيه قرار جديد هو ان تفوض مهمه انجاز هذا الشيء الى الله. أي أنك قد أوكلت الله تعالى وحده بتحقيق رغبتك فكما أنك تفوض قائد الطائرة بمهمة إيصالك إلى البلد للسافر إليه فأنت الآن ستفوض الله بمهمة تحقيق هذا الشيء الذي وضعته الآن في ذهنك هذه الخطوة تحتاج إلى عمل قلب بالمناسبة ما معنى عمل القلب كما أن الجسد له عمل يستطيع أن يعمله فكذلك القلب يعمل كما أن الجسد يعمل بل أحيانا القلب يعمل ويجتهد أكثر من الجسد نفسه طيب كيف احرك قلبي؟ كما انك يعني عندما تخشع في الصلاه تحرك قلبك لكي يركز في الصلاه، الان حرك قلبك بحيث تفوض مهمه انجاز هذا الموضوع الى الله. اذا بعد اذنكم قبل ان ننتقل للخطوه الثالثه، نريد ان نطبق المرحله الثانيه من كل قلوبنا. نريد ان يرى الله تعالى قلوبا فعلا توكلت عليه، فوضت الامر اليه، بكل صدق. الان انتهيت نحن نريد تطبيقا عمليا انتهيت طيب ستلاحظ شيئا بعد تطبيق هذه المرحله المرحله الثانيه لا تلاحظ انك بعد الخطوه الثانيه احسس براحه راحه مفاجئه ستحس بها عاجلا ام ستحس بها طيب لماذا احسس بهذه الراحه لانك في الخطوه الاولى الامر كان بينك وبين نفسك تضع شيء في ذهنك. اما في الخطوه الثانيه الان بدات بالتواصل مع خالق الراحه وانشراح الصدر. ماذا فعلت انت؟ لقد وكلت مهمه انجاز همه همك اليه. وكلت مهمه انجاز همك اليه مع ثقه منك انه سيفعل سبحانه. لهذا فقد احسست بشيء من الهم نزل عن صدرك. كنت في السابق تحمل همك لوحدك، هم انجاز هذا الشيء، اما الان بعد ان تركت الامر لحبيب عليك قريب اليك اله قوي جبار مهيمن وانت تعلم كم هو رحيم بك وانه يحب ان يهون عليك اكثر مما تريد انت ذلك لنفسك قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ربنا يعلم انك ضعيف من دونه أنت ضعيف، ولهذا بمجرد أن تطبق الخطوة الثانية من خطوات التوكل تطبيقاً كاملاً سوف تحس أن هذا الهم كأنه شوكة خرجت من صدرك. لأن الحسب له أثر عند نزوله، ما هو الحسب؟ الحسب هو الكفاية. قال تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه". إذا نزل هذا الحسب، نزل هالكفاية انتهى الأمر. وأنا دائماً ما يكلمني من يطبق هذه الخطوة الثانية يقول يا أخي أحسست براحة حتى قبل أن يحصل لي ما أريد كثيراً كثيراً ما رأيتها لماذا يحدث له هذا لأن نزول كفاية من السماء له وقع وأثر في الأرض على ماذا على قلبك طبعاً لها جلال على صدرك هذه كفاية من هذه كفاية من هو بالغ أمره قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا أنت في ملك الجليل الحميد ولن يحصل في ملك المجيد إلا ما يريد لهذا إذا وكلت الأمر إليه وأنزل عليك كفايته ارتحت راحة لن تجدها مع أي أحد آخر تضع حاجتك عنده أبدا لأنه وعدك أنه سيحقق لك ما توكلت عليه وجرب جرب إذا أردت لكن انتبه الخطوات ما انتهت بقي الخطوة الثالثة وأخيرة هي بذل السبب. الخطوة الثالثة، بذل السبب. ما معنى بذل السبب؟ أن تفعل كل ما بوسعك للحصول على هذا الشيء الذي توكلت على الله لأجله. بذل الأسباب في المرض الذهاب للطبيب والعلاج، بذل الأسباب إذا كان هدفك المال أن تعمل وتتاجر تتوظف، بذل الأسباب إذا كان هدفك النجاح أن تدرس وتجتهد وتتعلم إلى أن تتفوق في دراستك وهكذا. طيب إلى متى أبذل الأسباب؟ إلى أن يحصل لك ذلك الهدف الذي أردته. قد يقول قال: إذا ما الفرق بين متوكل وغير متوكل؟ كلاهما يفعل ما يستطيع للحصول على ما يريد، لا هناك فرق واضح. غير المتوكل يبذل الأسباب ويفعل ما يستطيع لكن قلبه متعلق بهذه الأسباب. فإذا نقص العلاج أو قلت التجارة أو تغير أي شيء فإنه يقلق ويضطرب ويتعب نفسيا. أما صاحبنا فهو يفعل نفس الاسباب التي يفعلها غير المتوكل ولكنه لا يتعلق بالاسباب بل قلبه معلق فقط بالله. لهذا فهو دائما مرتاح، لا يقلق، لا يضطرب، يعلم ان الله سوف ينجز له امره. لانه يعلم ان حصول ما يريد ليس بيد هذه الاسباب بل بيد رب الارباب ومسبب الاسباب وهازم الاحزاب. فكم من انسان تعب وهو يعمل لكنه لم يرزق. كم من مريضين بهما نفس المرض أخذا علاجا واحدا ولكن أحدهما مات والآخر عاش فالأسباب لوحدها لا تضر ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع إلا أن يكون الله هو الذي ينفع لو أن الآن مثلا مثلا ملك من الملوك رأى نشاطك في التواصل الاجتماعي فأحبك وقرر أن يعطيك بيتا كاملا لك فاتصل بك مساعد الملك وطلب منك صورة جواز سفرك لكي يسجل البيت باسمك أمور روتينية. الآن قل لي ما هو سبب حصولك على البيت؟ هل هو جواز السفر أم الملك؟ الملك بالتأكيد. ولهذا قلبك سيعتمد على الملك في الحصول على البيت وليس على جواز السفر. جواز السفر فقط سبب. بل حتى لو ضاع جواز السفر فإن هذا لن يوقف الملك عن إعطائك البيت. إما أن الملك سيصدر لك جواز آخر أو يطلب منك إثبات آخر. الجواز ليس هو الذي أوصلك للبيت، الملك هو الذي أوصلك لذلك. وإلا فكثير فك... فك... من الناس لديهم جوازات سفر ولكن ليس لديهم أي بيوت طيب نفس الشيء هنا الأسباب من علاج أو وظيفة أو دراسة مجرد جواز للحصول على أهدافك وأنت تفعلها لان الله طلب منك أن تفعلها لا أنها هي التي سوف توصلك إلى هدفك بل الوحيد الوحيد الذي سيوصلك إلى أهدافك هو الملك سبحانه بعض الناس يقول أنا طبقت خطوة خطوة لكن لم يتحقق الشيء الذي طلبته معني متوكل لكن ما حصل شيء الجواب لها احتمالا إذا كان توكلك ضعيفا فإن تحقق رغباتك سيتأخر على حسب ضعف توكلك فإن قوي حصلت الاحتمال الثاني أن توكلك قوي فعلا عندها سيكون سبب عدم تحقق رغبتك اللي توكلت على الله فيها هو أن الله علم أن هذا الشيء ليس هو الأفضل لك فصرفه عنك لأنك توكلت عليه توكل قوي صرفه عنك. ربما ربما لو أنك لم تتوكل عليه لحصل لك ما كنت تريده فأضرك، لكن الله رحمك فصرفه عنك. حتى لو كنت تريده، نعم، حتى لو كنت تريده من كل قلبك، صرفه عنك حماية. وهذه من فوائد التوكل. إما أنه صرفه بالكلية يعني لن يأتي أبدا أو أنه صرفه لأنه ليس هو وقته الآن. سيأتي سيأتي لكن ليس لا لأن توكل قوي يؤخره الله إلى أفضل توقيت طيب كيف أعرف هل توكلي قوي أو لا كيف أقويه أصلا تابعونا في الحلقة القادمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله